انا عندي حاجة سريعة كده، بس انه استشير في المؤتمر بتاع ما يخص باريس، وما ادراك ما باريس، وكم حاجة كده نتكلم فيها. مبدئيا المؤتمر يا اخواننا اللي عاملينه يوم 15 ده مؤتمر مكتوم، يعني معلنين عنه لكن ما يعني بيتكلمين عن الاهداف الثلاثة، بيتكلموا عن المساعدات وغيره وغيره، وما خوف فيها اعظم. في نفس الوقت الحضور محدود بليمت معين كويس، وحتى يعني ما اي زول بيقدر يشارك، لكن بعون الله احنا مشاركين، عرفتوا؟ احنا قاعدين. لكن ده ما الموضوع، الموضوع في شنو يا اخواننا؟ والاجنده قاعده وكله قاعده، يعني حتى يعني انا بستغرب، يعني العالم ده مستهتر بينا لا تدرجه، انه الحاجه دي عاملينها الاتحاد الاوروبي عن طريق فرنسا والمانيا وكم دوله كده، وكاتبين البارتيسيبيشن لازم should be a minister، يعني من الناس اللي بيكونوا ده في الاجنده بتاعتهم، انه كاتبين انه المشارك لازم يشارك من درجه وزير من الدول الثانيه. اليوم محددين، شفت الصين وفلسطين، الما في منو تشات كويس، السعوديه، الامارات، ساو السودان، جيبوتي، منو كلهم قاعدين الا السودان ذاته، يعني دي صالحة ذاتها في نفس الوقت. يلا انا هنا في الحالة دي عندي ناس هنا في الموجودين في الاسم شنو في القائمة بتاعت الموضوع ده، دار نسأل عنهم. اول حاجة السيد جعفر المرغني. جعفر المرغني ده اخواننا يوم 20/3 مش لاقى البرهان شبه يقول لك الله اكبر والجيش اللي قدامه بتاع جعفر المرغني ده، تشابه اسماء. انت ماشي فرنسا ولا ما ماشي؟ ماشي تلاقي حمدوك وماشي تلاقي الجماعة ديك عشان شنو؟ عشان دار تعمل شنو يعني؟ انت ماشي تلاقي هاربين على اي اساس؟ يا الحزب الاتحادي، يا اسمه شنو ده الديمقراطي، ولا اسمه شنو الحزب بتاعكم ده؟ يا ايها السادة الما سادة، شغلكم اللي بتعملوا فيه ده شغل ما ديسيس. سؤال يا جعفر مرغني، انت ماشي باريس ولا ماشي باريس؟ ماشي المؤتمر بدار تحضر المؤتمر اللي فيه حمدوك واللي فيه باقي الرمم ديل، اللي هو ناس في حكومة السودان الشرعية، اللي انت جيت زرت رئيسها يوم 20/3/2024، ماشي عندك شنو تاني؟ هل في زول من الاتحاد عنده جواب؟ هل في زول منكم يا مرغني عنده جواب؟ جناكم داك عرفناه انه ممكن يمشي وممكن يرقد ويمشي ليقعد لحمدوك وممكن اموره تظبط اي حاجة، لكن انا السؤال بيجي لي منو؟ بيجي لي جعفر المرغني. جعفر مرغني انت هسه قاعد تمثل انه المعتدلين منكم اللي واقفين مواقف وطنيه، فالسؤال بيطرح نفسه، هل الاسم اللي شفناه ونحن والخطين صفحتنا ده، هل ده تشابه اسماء ولا انت جعفر المرغني ذاته؟ لو جعفر المرغني انك وكدت يا صاحبي، تاني السودان ده ذاته المفروض ما تجي، تاني البرهان ده لو سلم عليك ساي تبقى انت والبرهان مع بعض، فهمت كلامي ده؟ تاني نعيد النقطه دي، جعفر المرغني مش لاقى البرهان، البوديك المؤتمر ده الا كنت شابه اسماء، الحزب يطلع يتكلم يدي بيان انه يقول الزول ما ماشي، والمعلومه بتاعت انه الزول ما حيمشي باريس ولا ما حيمشي بتصل اسهل مما قاعدين معاكم جوا المؤتمر، اقول لك بس حنشوفك وهناخد سيلفي معك عشان تكون انت عارف، يعني عشان ما تقعد تلعبوا علينا يا اخي. قرفنا من ميتينكم يا احزاب سياسي، قرفنا من ابو شكلكم. طيب في دول تاني، يعني في واحدة من الأسماء تاني النفادي، هل النفادي الرأسي مالي ذاك ولا في شغل تامي؟ يا خان المؤتمر ده تعرفي شغل تامي كتير فيه، النفادي يوم 200 عندك علاقة بالسياسة ولا؟ أنا أول مرة أسمع بيك ذات البورتك ورطات زي دي شنو يا صاحبي؟ الحرب دي تنتهي بعدين بتتورط يا معلم، القنزة والتشجيرة بعدين بتضيع يا صاحبي، ما تورط نفسك في ورطات وهمية زي دي. طيب تاني عندنا منو؟ كان عندنا الكلب ما دبه، يعني انا دار استغرب السيد ما دبه، وعلى الله ما دبه والله قاعد يسالك كلام ده، وقال وقاعد تزعل زعل. اول حاجه انا ما دار اسب لك، لكن من جواك كده قاعد اقول لك كلام شيء شديد والله. اول حاجه ايها العره، الله يلعن ابوك وابو شكلك وابو جابك وابو شفت ابو ميتين ابو اهلك، يا عنصر يا بغيض يا وسخ، انت وسخ ما كنت قاعد تتكلم، انت قلت اس المشكله دي كويس، ان الجزيره الحمد لله يعني ما سمعت لنا، انه تفهمتنا انه بوق عنصر زي ده المفروض ما يطلع في القنوات الثانيه، يعني انت يا ابن الكلب يا ابن الكلب
انت ابن الحرام ما قاعد تطلع بتقول يا اخي انت بتعاني، والدوله دي من قدم زمان محتكرينها، ما عارف الشماليين والجلابه والنخب الحاكمه وبتاع. طيب لا يا ابن الكلب، الليله ماشي قاعد معاهم على اي اساس؟ مع نفس النخب دي يا ابن الكلب. الله يلعن ابوك يا اخي، الله يلعن ابوك من ما دبه الصغير لحد ما دبه الكبير ذاته يا اخي. ولا تندم، الله يلعن ابوك لابو شكلك. تناسيت انه ابوك ده كان وزير دفاع ولا عمك وزير دفاع؟ تناسيت في الجيش اللي بيتكلم عنه ده؟ بعد شويه دخلتها في خطاب مركز وهامش يا عره، يا ابن العره اللي هو انت ما عندك اي علاقه بخطاب المركز والهامش. جيت عشان الحرب دي ذاتها، عشان الليله ود عمك ده طلع ميتين ابو اهلك وكل يوم بيحشد في الناس بيجيبه، وقاعد نركبه لكم ركب، قاعد نركبه لكم ركب عديل. والله سلالتكم دي تنقطع يا جزم. جاي بعد الكلام ده كله، وبعد خطاباتك التافهه دي كلها، وبعد شماليين وجلاب وعنصريه وجيش ما عارف بتاع شماليه وجيش بتاع جلاب وجيش بتاع نهر النيل والجيش والكلام الفارغ اللي بتقوله، جاي الليله تقعد مع النخب ذاتها؟ جاي تقعد الليله مع النخب ذاتها؟ لانكم عبيد للسلطه. الله يلعن ابوك يا اخي، ما عبد للسلطة. لكن احنا بنشربكم وبنجغمكم بقلة أدب، بسعلقة، بسياسة، بتفاهة، بقرصنة، بأي فهم في راسكم ده نطلع ميتينكم ذات. يعني أنا ده يعني ده تناقض. عشان تاني أسي قناة الجزيرة أحمد طه عشان تجي تجيب الكلب ده، أفتح أسي قناة الجزيرة، تفتح اللقاءات اللي عاملاها معه، شوفوا كلامه الليلة قاعد مع نفس الناس اللي قاعد يتكلم عنهم ده. ناهيك عن الإطار القبلي اللي كان متورط فيه والكلام اللي قاعد يتورط فيه، أخوه ولا أولاد عمه كلهم الليلة متورطين في الحرب دي، شغالين نحش عن الصين وفلسطين يجيبوهم يدخلوهم السودان. يا جزم، يا عيلة، يا عرة، لا يلعن ابوكم ذاته. بلا ما دبوا بلا وسخ معاكم. انا والله لو مكان القوات المسلحه جاء مركوبه علي اليمين، علي اليمين قبل محل الاسلحه ادخل لك صاروخ جوا ميتين. ما دبوا ده جوا ميتينه في شنو ما في شنو. انا لو في محلهم اقسم بالله لو القرار بيدي اول زول والله اشردكم، وحياه الله يا عمد وشرتايات، انا لو في محلهم والله ما تقعد دقيقه امن يمين، دقيقه ما تقعد امن يا ابن الكلب. ابوكم لابو اهلكم زاد. فالليله يا سيد نتفاجأ في المؤتمر بتاع باغي ده، انا مسميه طبعا مؤتمر زبالق دو باغي. المؤتمر ده نتفاجأ انه وليد ما دبه الواحد ده قاعد في المؤتمر ده مدعو يا اخواننا. انا الكلام ده منزل في الصفحه، تمشي تلقوا القائمه المشاركه بتاعنا المؤتمر. نتفاجأ انه سيد وليد ما دبه مجكك مع حمدوك، مجكك مع الدقير، مجكك مع منو، مجكك مع الباقي الراستات ده، الناس تقدم والحريه والتغيير، اموره طيبه. يجي هنا في الجزيره يقول لك شماليه ونهر النيل وجيش محتكر، اللي هو عمه وابوه جده ذاته كانوا من قادات في الجيش ذاته. سبحانه يا سبحانه. والليله يجي يتم يجي يقعد مع ناس حمدوك، ويقعد مع النخبه ذاته، ويقعد مع ود المرغني. والله العظيم لو طلعت انت يعني الحزب ده مش ثاني، انتوا بتبقوا عره السودان، انتوا حتبقوا مسخره السودان. الحزب بتاع الختميه ولا الحزب انا ما عارف اسمه، حزبكم دي شنو يا ريمم؟ لا لعن ابو شكلكم ذات. نشوف الاسامي دقيقه، والله في اسامي كثيره خلاص. ها الله ده كلام ناجي محمد منور برضو، يا سلام عمر مانيس، ما دب الوليد تاني في منو دي. انا مش القائمه الثانيه تلقوها في الصفحه يا اخوان، العامل لكم عليها اسم منو دي، عبد الباري العره، نبيل اديب. نبيل اديب انت ما موقفك برضه قبل كم مره، قبل فتره برضه مطلع تصريح انت اخوانا بتلعبوا. ما هو عشان ما نقعد نسيب للخارجيه يا سيال، يا احنا والله الخارجيه دي تعباني والله يا جماعه. يا اخي شغلونا نحن يا اخي، ما داري مرتب، شغلونا نحن. اكتب وقسم قد تعزلت في وزاره الخارجيه، خلونا نشتغل يا خلونا نباري الناس يا اخي. يا اخي عندك كفاءات كميه في البلد دي، ما نحن عندك شباب وحيات الله ياكلوا الزلط، علم وفهم وقرصنه وصعلقه كويس وسياسه واي فهم، شغلون معاكم بدل انت ما قاعد تشتغل كوزاره خارجيه قاعده ساي. ده شغل بيشتغلوا ناس حارين في وضع زي ده، ده شغل بيشتغلوا زول في وزارة الخارجية كبك عديل مور زيه زي في الميدان. لكن ماذا لأن دينه نستنكر، دينه نستنكر بتاع أكلوك.
منو تاني؟ نصر الدين عبد الباري. ايوه هو ده المرغني جحفر. المرغني جحفر ما هما طبعا الفرنسيس كاتبين من اللاست نيم للفيرست نيم، يعني كاتبين شنو؟ كاتبين المرغني جعفر اللي هو جعفر المرغني. تاني نعيد الموضوع. السؤال للحزب بتاع المرغنية، السيد جعفر المرغني في يوم 20/3 تم اللقاء بينه وبين البرهان، قالوا جي شايل فاتحة ولا جي شايل شنو من ابوه ما عارف. الليلة كويس مكتوب انه مشارك في المؤتمر بتاع باريس الفي والهاربين، بغض النظر ابتداء براسهم الكبير السيد حمدوك من الهاربين، ما هارب، ما عنده اسبوع والاسبوع مشى زول هارب. البوديك تقعد معه شنو؟ هو الشغل بتاع صرفتين ده هناك عند اهلكم هناك، ما عندنا والله. وسيدنا نحن سيدنا الله ما عندنا سيد شغل بتاع سيدي وسيدك ده، انك وكرت وش ده وروس انا كسي كلكه، ما في زمن يا صاحبي والله انا بلكم كده لما تتكيفوا. وانت شنو؟ كبيرنا الله وطويلنا الزلط، ما عندنا لكم اي كلام، كان بالكلام كان بالدشمان، كان دار بالدشمان تعال، وداك السودان، وانا كان دايرني تعال برضه انا قاعد، ولو داير شفت لو داير الثعلبه من الثعلب، اصلا ما في 2/3، فعلى اي اساس ماشي انت النفاق بتاع ابو اهلكم المطلعين ابو ميتين ابونا، اللي هو بيتوازى تمام، يعني انا متخيل المرغني حيلاقي 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 الوليد ما دبه. انا لو في مكانك المرغني زور اللي قال الكلام ده زي وليد ما دبه ده، ده ما يتحكم في يتحكم في اهلك ويتعنصر وقول له ادب ويتصعلق وبتاع. انا في مكانك باريس دي ما بيشيلنا والله، ما يفرزونا يفتح الا بالعب الا ما شفت الا بالتكاسات، دقوا معه بنيه كده لما نكيل ما بتعملها. انت ماشي ليه ذاتك يا زول؟ وياسر خريان طبعا، ياسر عن مرمى قاعد ده المفروض كيف اديكم الاسامي تاني. النفيدي يا اخوانا بشير احمد النفيدي ضمنه ولا النفيدي احمد بشير ولا العكس؟ ده من النفيديه والله تكون دشت يا صاحبي. الحارب بينتهي امورك بالجد، ما تقعدوا مع الحاربي يا اخوانا، زول حارب ما تقعد معه. دي في حكومتنا الشرعيه الحكومه المامدعيه كويس، في المؤتمر بتاعهم الصعلوق ده كويس، داعين فيه وزراء وداعين فيه ناس وداعين فيه دول كميه، ما داعين فيه السودان في قمه الاستهتار يعني. فانت دي حكومتنا الشرعيه دي المعترفه، القوات المسلحه دي على راس البرهان ده ذاته، ولو شفت اختلفنا ولا يظل الرئيس الاسي البرهان ده ذاته، ده القائد العام للقوات المسلحه، دي الشرعيه اللي بتتمثل في القوات المسلحه. انت ما قعدت مع الناس ديل، ما دعيت المفوضين ولا الوزراء التابعين لحكومه السودان، انت ما اذا ما شرعي. فانا ما عارف انتم ماشيين على اي اساس ولا دارين تمشوا دار، يعني شغلكم ده شنو؟ قرصنه صعلقه الفهم شنو؟ انا ما قادر استوعب يعني. دار تجيب مساعدات من الطلب من ابو ميتينكم ذات، وبتجي عن طريق حمدوك. من هو حمدوك لما تجي تجاوب السؤال ذات؟ ده راجل كان وزير دي وزير 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 رئيس رئيس الوزراء الاسبق، نفس رئيس الوزراء الاسبق ده قال يا اخواننا امانتكم ردت اليكم وقدم استقالته. انا الافضليه وين في انك تجيب زول تتكلم معه؟ لو جينا على حسب المؤسسيه ذاتها، المؤسسه بتاعته ولا المنظمه بتاعته اللي اسمها تقدم ده غير مسجله في الاراضي السودانيه ذاتها، غير شرعيه. انتوا العالم ده انتوا عشان كده العالم ذاته دعامه، العالم ذاته دعامه. فانا بتكلم عن الشخصيات زي النفادي زي النازل جحفر زي 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 جحفر المرغني اتورطت معانا ده، على اي اساس ماشي تلاقي ناس هاربين؟ ديل هاربين بالدستور وبالقانون هاربين، وفضحناهم نزلوهم لكم في القنوات الرسميه ناس هاربه، انت بودك تقعد معهم شنو يا اسمك؟ ولا مطعمينا بمنو طعمينا بمؤدب ومطعمينا باسامي كثير كده، انا قاعد اكتشف الاسامي هذول طبعا. طيب في تاني برضه امجد فريد، انت امجد فريد ما قبل كم يوم كنت بتتكلم يا جماعه نزل يا جماعه ضلالين خلاص يا اخوانا، الوضوح ده ماله؟ الوضوح ده يا جماعه والله كلام عجيب خلاص يا اخي، نازل بيلعب والله، نازل بيلعبوا علينا اللعب بطريقه مبالغه خلاص. انت امجد فريد ما قبل كم يوم برضه كنت بتشاوب يعني بتدق في قحتي دي سمها، ويعني الليله قاعد ماشي قاعد معاهم على اي اساس يعني؟ انا والله يا جماعه انا قاعد استغرب من الناس دي يا عبيد السلطه، انا قاعد استغرب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بنبلعكم بإذن واحدة، اصبروا بس يا جسم يا كلاب. تاني يوم ولا سامين دي نمشي نشوف تاني، ها مانيس عمر سيسي تجاني.
ده المنوع غنتان، انا والله في اسامي كتير ما عرفتها. ياسر يوسف دي شنو ده؟ مين يعقوب الرشيد؟ في خبرية برضو دي بتهتيت تهتيت كده، قالوا تهتيت كده محمد الفقيه، انت ما شرحوك كده بنو وينك؟ ما شرحوك الاتحادي ما طلع شرحك؟ غريب الاتحادي ماله، ما عارف. قال لك يا محمد الفقيه بالنص، قال لك لو مشيت هنعمل لك، شفت الحركة الما ظريفة ديك انت؟ ليه محمد الفقيه ما مشيت؟ خالد يوسف طبعا ما رسلوا الدقر، دقر الله دينقله يا اخت الرجل الاحوص ذاك. طبعا خالد سرقه هم مسيره طبعا الحمار بتاعهم ده، فمشى علوم. لكن الفقيه حددك والله شريحه قاريه. لكن تاني منو الله يذكرني؟ ايوه الله سم الله سم، انت اسمك مفترض يكون مكتوب هنا، لكن تهتهت كده قالوا احتمال انت ما تجي، او تهتهت كده في شغل دار التيم دار يجيبوك عشان تاني تظهر في الصوره انه الشعب والود الشعب والحكومه ريبريزنتيف ذا يام بيبل والحناق البيش دي. وين ما في شغل لا ما منفع تاني يا معلم، يعني وحياة الله كلام كلام عجيب والله، كلام عجيب والله. يا ليزو ازو يا سيلو حميتينكم يا انا ما غزني في الموضوع الا ما دبوا ما دبوا مشارك، هانت الزلابي اقسم بالله. طيب نمشي الموضوع اللي بعده يا اخواننا، حار تمام ما في اخوان، الله ذاته يبقى ما عنده والله لا خلق للكلام ولا عنده خلق، شفتها الفينا براهم مكفينا، بس الله يعلم. الا شوف موضوع الاستنفار ثاني بنعيده نفس الكلام اللي كتبناه. اسمع يا كركد، اسمع يا معلم، انا دايما بميل لردود الافعال، بقرا تعليق كله بتاع الناس كويس. في الناس الناس اللي زول داري يشارك، يعني انت حابب تشارك وما عارف تشارك كيف، يعني انا بكلم مثلا في موضوع بتيجي تعلق لي بتقول لي والله يا اخي ما اعرف العلاقات الامريكيه، انا كاتب موضوع في حاجه حاصله في القضارب عن مستنفر، ما تجي تقول لي امريكا ولا تقول لي بتاع، رد لي على الحاجه دي، عرفتها؟ ففي ناس كميه يعني بتحب تشارك تكتب ساعه، انا كده ببين لك والله ولا بكذب عليك، بتنمر فيك وبتعرص فيك وبعمل السبع وزمته فيك، بتخش الخاص بخش عليك الخاص، ما عندي اي بلاغات. لكن حي دار اقول يا اخوانا المستنفر ده لمعلوميتك، يعني اللي في واحد برا كان قال لي يا اخي، قال لي شنو كده الله يذكرني اسمه، والله نسيتك انا جزمه، انت برضه تطرق لي موضوع تاني ما عنده علاقه بالحاجه. فالمستنفر ده عزيزي ده زول ما شغل، ده زول ما شغل بقروش، ده زول قاعد يعمل في واجب، قاعد يحمي نفسه، قاعد يحمي اهله لانه معتدى عليه، عرفتها؟ وبعدين الناس في حاجه اسمها قانون ام الطوارئ في الولايات دي، القانون بتاع الطوارئ ده لما تمشي تراجع الصفحات وتراجع الميديا بتلقى قانون الطوارئ اصدر الوالي بتاع الولايه اللي انت قاعد فيها. لا تسال قضاري، في قانون بتاع الطوارئ، القوات النظاميه دي كلها بتتعاون بتتعامل مع بعض عشان شنو؟ عشان تحافظ على امن الولايه في ظل الوضع بتاع الحرب، يعني ده وضع اللي احنا ما قاعدين في وضع سلم، احنا قاعدين في وضع بتاع حرب، عرفتها؟ فالمستنفر ده زيه زي الجيش بالمناسبه، المستنفر ده زيه زي الامن، المستنفر ده زيه زي الاستيك، المستنفر ده زيه زي الكمافه، المستنفر ده زيه زي الشرطه، نظامي حرفيا يعني، عرفت كلامي؟ عشان تكون عارف، والمسؤول منه القوات النظاميه، وتحديدا المسؤول منه القوات المسلحة، لأنه زول ما شال سلاح من بيت أمك أنت، يا اشترى السلاح وقننته له القوات المسلحة، يا مش تدرب عن طريق القوات المسلحة، دربته أنت لا، دربه أبوك لا، دربته أمك لا، دربته القوات المسلحة السودانية، سلاحه من أمك لا، سلاحه من أبوك لا، سلاحه من القوات المسلحة السودانية، عرفتها؟ يعني منه وإليه للقوات المسلحة السودانية. الشغل بتاع أبو خديجة ده يعني انا والله بيعمل في زول دار يعمل حاجه للاستنفار ده، في زول دار يجي شفته يخش له في مواضيع كده يلخبطها يلخبطها، اضرب الاستنفار ده سمها وباي طريقه. لكن الحاجه دي يا اخواننا ما حد حصل، الحاجه ده نقولها في موضوع القذارف، عشان موضوع القذارف الناس نقت فيه كتير. الشعب المربوط ده احنا ده الشعب ده لازم يطلع، الناس اللي بتقوله طلع والناس عشان ما نخش فيه طلع وما طلع،
اهل، وانا رسلت للناس لاهل ذاته قلنا لهم يا اخواننا هوي عشان ما نخش في قال ولا ما قلنا. زول تصور فيديو انت على حق تطلع فيديو تصور تحكي حصل واحد اثنين ثلاثة، حصل يا اخي من اللي من زول واحد اثنين ثلاثة نازل كانوا في كده وفي كده وفي كده وحصل كده وفي كده وفي كده، والزول عسي قاعد في القسم الفلاني الفلاني، والزول ده رقم البلاغ واحد اثنين ثلاثة، والزول اللي اتحرى معاه فلان الفلاني والشاخي فلان الفلاني، عرفتها؟ في ناس كان قاعد يقولوا برضو الموضوع ده دخلوا في اطار قبلي ما عارف قريه التعايش، الكلام ده في القضارف يتكلموا عن قريه التعايش وما قريه التعايش. يا اخواننا لم نتطرق الى قبيله، ما قاعد نتكلم عن قبيله نهائي ولا عندنا علاقه مع قبيله، والتعايش الناس اللي قاعد تتكلم فيهم ديل التعايش ديل تاني بنعيد وبنكرر وبنعيد ام الكلام ده 950 الف مره، وبتقول لي مثاليه بخش لك بعينك بطلع بدنقلك، دي ما عندي علاقة مثالية. الليلة كلامي وكلامك ده عندي مقاتلين تعايشة داخل القوات المسلحة، تبلع لسانك ده وتكفي الميتينك ده، ما في زول قاعد يتكلم عن قبلية. الناس اللي تسطع وراء المجرم ده زول مجرم، زول دعامي بنركبوا لكم بنركبوا لكم، بقيت دنقلاوي بقيت حلفاوي بقيت تعايشي بقيت نوراوي بقيت أمبتراي بقيت أنفلوتاي بقيت زفت الطين، ده زول دعامي، ده زول مجرم، ده زول كلب وعبد من عباد آل دقلو. شفت في حضن امك كده، من مفترض الدوله دي تمشي تقلعه من حضن امك، اوريك درجه القسوه لو قاعد في حضن امك كده وامك ماسكاك تدي يمين. شفت عبد الدون قافل لامك في حضنها كده ويشيلوا الكلب الدعامي ده، عرفتوا؟ عشان الموضوع ما تدخلوا لي تقول لي في ناس عاملين فيها مفكرين انه بيتكلموا الموضوع ده، يقول لك يا اخي انت ده الموضوع ده قاصدين يعملوا به فتنه قبليه وده شغل دعامه وده لا لا يا زول، ده زول كان بقانون الطوارئ ومحمي بقانون الطوارئ وبيحاسب بقانون الطوارئ اذا اخطا، اثبت انه اخطا بعد ذاك حاسبه، ما في حاجه اسمها انا مصبنه، شنو قبيله ولا كلام؟ ما في قاعد اتكلم عن قبيله، دي اسره تسيطرت على مجرم، الاسره دي لو ما تسلم المجرم تتركب هي والمجرم. عرفتوا كلامي ده؟ بالنسبه للشاب ده كان بيعمل على حسب القصه المذكوره كويس، محمد مكي كان بيعمل في اداء واجبه، والكلام ده قبل كده طلعنا اتكلمنا فيه، حصل في شندي كويس؟ قبل كده بنفس الصيغه دي حصل في شندي. برضو كان في مستنفرين شغالين في ارتكاز، جاء واحد اخترق الارتكاز يتعاملوا معه بالبروتوكول الامني ذاته بتاع الاسم شنو؟ البروتوكول الامني بتاع بتاع الارتكازات، يعني خطوات اتبعوها صحيحه كده في اي ارتكاز، وانك بتين تستخدم القوه وبتين ما تستخدم القوه والكلام ده، يتبعوا معاول بحذافير عربيه جايه ماشيه في سندي كويس ثابت ثابت، جاء قريب للارتكاز فحط لك فيهم، والعربيه معروفه جواها شنو جواها وفيها ناس شنو، بعد شويه ثابت ثابت على بعد كم من الامتار، بعد شويه انضرب نار في العربيه، واحد من في العربيه مات، الاثنين اتقبضوا، مشوا فتحوا في ذاك 103. اول حاجه الشرطه السودانيه ده ما شغلكم، انت ده بتحوله للوحده بتاعت القوات المسلحه، لانه زي ما انت ابو خديجه انت ما جربت الزول بالمناسبه دي، بتحوله للقوات المسلحه، من القوات المسلحه بعد ذاك اذا اخطا يحاكم بقانون عسكري او يحاكم بقانون طوارئ، ومن ثم يرجع من القوات المسلحه بتوديه بعد ذاك القانون المدني، عشان نكون عارفين. لكن الزول ده محمي بقانون الطوارئ. الليله لو انت بتعمل في الحاجات دي ولو فتحنا ملفات والله العظيم تتعبوا، بالذات القذارف وبالذات هسه الكلام الطالع عن حلفه، عرفتها؟ ولما كنا بنقول حلفه جديده ولما كنا بنتكلم زمن الرزم وزمن الناس اللي كان بتدفع قروش كويس وبتطلع، وزمن الناس اللي كان بتهرب بنزين عن طريق البطانه عديل وبتجي للشرطه السودانيه تدفع لها قروش عديل كويس للولايات هناك، سواء كان في حلفة جديدة ولا سواء كان في 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 كسلة كويس، ولا كان بتدفع للستيك ذاته الالف سين ذاته، سواء في كسلة ولا في حلفة جديدة، ده الكلام ده قاعد يحصل في القضارف في الارتكازات برضه قاعد، عشان انه الشغله دي عشان تجيب الدليل وملموس ده بيكون خطر على الزول اللي ممكن داير يعمل الحركه دي ذات، لكن الشغل الوسخان فيه ولو باريناه بنطلعه ولو باريناه بالاسماء بنطلعه، اصل ما في اثنين ثلاثه، لكن الحاجه اللي دار نقولها انه النازل محميين بقانون الطوارئ، اذا اخطا اذا المستنفر ده عمل شيء من راسه وشايل السلاح ده بحشمه وبيضرب في خلق الله ساي في قانون بيحاسبه، ما في زول قال لك ما تحاسبه، لكن كونك انت تشيله بالطريقه دي وعلى حسب الحيثيات والوقائع المذكوره في انه الزول ده بيعمل كان في شغله بناء على قانون الطوارئ، لا تسيل الودع
الواد ده عامي، هو انا ما عندي قصه انا اقدر اديك مثلا مثال، واد ده عامي عادل اشتبكوا مع جو قال لك يا اخي الناس ديل اهل الواد ده جو قال لك اشتبكوا مع الارتكاز عديل، اشتبكوا اشتباك عديل، تمشي تحاسب ليه الولد ده؟ انت بتلعب، انت بتلعب ولا شنو؟ ده على اي اساس؟ والكلام ده للوالي بتاع الولايه، شغلك ده من استنفارك ده بنضرب، وان ضرب استنفارك ده والفساد اللي انت ما قدرت تلمه سواء في الارتكازات اللي في غيره، الدعم السريع بيجتاحك، بعدين حنجي نقول الحقوا برضه القضارف، بعدين بيقولوا انتهاكات القضارف، وانا الكلام ده في مدني قلته وفي شندي قلنا، وهسي بنقوله للقضارف، وحنحوله بنفس الموضوع ده حنقوله برضه لناس حلف الجريده، يا ناس حلف الجريده لما بحنسكم اشتغلوا شغل صح، يا ناس حلف الجريده الكلام ده ما بنفع، يا ناس كسل الكلام ده ما بينفع، اهو ده هسي يقول لك الليله يقول لك حتى يعلم الجميع كلكم شايفين الكلام ده قدام النور والجمهور، الدعم كيك البيحشد استعمال يا الفاو يا حلفه يا غيره، وانا لو الدعم السريع ده داير يخش بيقول له يا اخي شفت حلفه دي؟ حلفه المليانه دي؟ حلفة دي اسهل حاجه ممكن يخشها الدعم السريع، ولو ما خربتوا اهل لو ما خربتوا نفسكم يا اهل حلفة الجريده وكسره شغل بيطش، بالذات حلفة الجريده لانه يمين ثلاثه مليانه وسخ وسخ ما انزل الله به من سلطان. فبنقول تاني الحياه اللي بتعمل فيها دي اذا في استنفار في حلفة بطريقه دي بتضربه، الحياه اللي بتعمل فيها دي بالذات ابو خديجه قانون الشرطه بالطريقه الواضحه دي اذا بتعملوا في الحياه دي بتضربوا الاستنفار، ما في زول بيشتغل لك استنفار تاني، بتقلل الفساد انت بالطريقه دي، انه الزول اذا عمل شغله انت بتعاقبه بقانون الطوارئ المفروض في الولايه نفسها، فالناس محميين بالقانون، ان اخطاوا يحاسبوا بقانون الطوارئ ذاته، المانع شنو؟ لكن لا يمكن تقول لي زول هجموا على ارتكازه استخدم القوه حتى ولو الدفاع ذاته انت بتحاكمه ليه؟ تعال نفترض الحاجات الماشيه دي لو انت تغاضيت عن الموضوع ده بقيت تظلم في المستنفرين ديل كده، انا ما ممكن تجينا عربيه ادخلها فيها مسيرات، فيها المسيرات الا الضربات دي المسيرات دخلت في عاد برجع ممكن يكون بنفس الشغل له، عشان تكونوا عارفين يا اخوانا الحاجه دي ما فيها لعب، الوضع ده وضع حرب ما في مجامله كويس، قانون الطوارئ ده بيسري على الكل، والبختي ما هو انت احنا ما احنا نازي ما مجرم، العيال المستنفرين دول ما مجرمين ولا عاشقين للضرب ولا عاشقين للقتل، الزور المخطئ منهم تشيله وتمشي تحازه بالقانون ذاته بالقانون العسكري، دي ما فيها اثنين ثلاثه في الموضوع ده، لكن الشغل الثاني اللي قاعد تعمل فيه ده لعب لعب عيال، والشغل بتاع اسي الكلام الداير بتاع بالذات ضد القضارف ده انكم دار تعملوا له شنو؟ نظام دار تحموه عشان ما يحصل اشتباك، لا لا اتدخل القوات المسلحه كلها تجيف عدل تمشي للقريه ولا الاهل اللي بيتكلموا عنهم ديل تمشي تقلع الدعامي في المقام الاول، تقلعه قلع من ميتين ابو اهله كويس، وتجيف لهم تقول لهم تفتحوا ميتينكم ده نركبكم عديل، تمشي لهم قائد حاميه ولا تمشي لهم ضابط ولا اي حاجه توقع لهم، وان ده رفعوا السلاح اركبهم كلهم، وده ما عنده علاقه بقبيله، ده عنده علاقه بوضع البلد دي، ولدك دعامي ولدك مستنفر مال ميتين ابو اهلنا بيو انت راكب كده لما نتكيف، في زول قال امشي اشتغل عبد اللي ده قالوا ما عندنا لكم حاجه يا زول، ولا بعرف قبيلتك شنو ولا عندي علاقه مع قبيلتك شنو، عشان تكون انت عارف الموضوع ده يعني. الحياة دي ما فيها مجاملة، تجاملوا والله بتركبوا انتوا. تاني في شنو يا اخوانا؟ تاني في شنو؟ تاني قاعد يذكرني. بالنسبة لموضوع محمد مكي، أنا الكلام اللي بقوله في الخاص برضه بقوله في العام هنا يا اخوانا. شوف يا اخوانا تعال في زول عنده معلومة عن الموضوع ده اهله، انا جزء من الناس من معارفه ولا من اهله حرفيا اتكلمت معاهم، جيب فيديو عديل ننشره لك في الصفحة هنا ده، تطلع انت خال وعمه ودهله واتخالته مستنفر معاه، ما تخاف اطلع صور فيديو، اطلع صور فيديو عديل للحاصل 1 2 3 4، الزول ممسوك في القصة 1 2 3 4، الزول هسي حاصل له 1 2 3 4، الزول ده البلاغ رقمه 1 2 3، الزول ده المتحري معه 1 2 3، الزول ده الشاكي 1 2 3، أما كلام ساي تاني ما بزول بنزل لك كلام ساي، عديل خد تانينا برا عشان احنا نجيب في راسه ونقدر نضغط في المكان الصح، عرفتوا كلامي ده؟ عشان نتجاوز
الموضوع بتاع حلفة أنا سبق وريته، أنا حلفة دي وصلت كامل الناس بتتذكر كارا صالونه في موضوع حلفة الجريدة، أنا قاعد عام من حلفة ما بقولك ما بكذب عليك، لأنه من زمان كنت بحنسك. أسي بعد ده عندكم يا أهل حلفة الجريدة شغل عندكم، دعم سريدة ممكن ينط ممكن يعمل أي حاجة، ما في تكون جاهز على الأقل. دعم سريدة ما لاقي محل يمشي فيه، عرفت كلامي؟ فمركوب مركوب مركوب، انت تجي وتستلم صدر كده تدفع عينه وتركبه ولا بالجامل، عندك ارتكاز عندك فيه مرتشي تبقى مفتح كويس، تقدر تجيب معلومة تمشي تصور الزول اللي بيرتشي ده تكون ما قصرته، تجيب هنا وتعمل نفسك ننشر لك نكشح لك ابو الحل ذاته، بس عملها نكشح لك ميتين ذاته. الحاجة اللي عملتها برضو لا تسأل حاجة ممتازة، انه اغرت الناس بيجي تعترض انك تسلم 10 متعاونين بتاخد ارض. نتمنى من الولايات الثانيه تحذو نفس الحذو بتاع ولايه القضارف، تدير عديل نقاويلكم. شفت والله لا انت ضيق لكم الخلايا النايمه يا ولاد الكلب، المجامله في الخلايا النايمه بيعني انه بيحصل لك زي ما حصل في مدني، اصل ما عندنا ما حجم لك اكثر من كده يعني. وتعيش دي ناس عثمان الرزام في حلف الجريده دي الاول ناس بيكونوا شنو بيكونوا دعامه، وانتوا عارفين وحكينا كلامنا طلعنا وعمك برضه جاب سكري ولا ما عارف حصل له شنو، ده هو نفس الكلام ده بيحصل فيه، يبيع سلاح يبيع بانجو يبيع الدنيا والعالمين، والتجار بتاع الاوغ ركوب الفيل، والتجار اللي كان بودوا بنزين عن طريق البطانه، ده كله يا صاحبي انت قطمته فيه كويس، خفته بتركب انت ده بيجي خاش لك يبيعكم انت ده. انا ما عندي لك كلام ثاني اكثر من كده يا اخوانا، وي سلام عليكم يا اخوانا، ربنا يحفظكم وربنا يعينكم. المؤتمر بتاع سقوم ده ونحن بنطمن القحاتي رفيق قحاتي، احنا قاعدين معكم جوا المؤتمر ده. تقولوا شنو والله ما حد عارف تقول اي حاجه، احنا مجككين. وسيد جعفر المرغني لو ظهرت والله بناخد سيلفي، بناخد سيلفي بنرفع عليه ابرهه نشوف حيلاقيك تاني ولا لا. كويس ولد ما دب، وانا من هنا برسل لك جبس، الله يلعن ابوك لابو ام ميتين امك. سلام عليكم.